وبعد السيطرة على مستودعات وغنائم مهين وغيرها في جبال القلمون، ترى مقاتلي جيش الإسلام في الجبهة الإسلامية يبدأون باستخدام الغنائم والذخائر، وخصوصا ما يعد منها أسلحة نوعية كالصواريخ المتطورة وبعيدة المدى. هنا بعد مرافقتنا لأحد الضباط المنشقين في صفوف المعارضة المسلحة، بدأ بتوجيه الصاروخ نحو أهداف استراتيجية ونوعية هامة كالمطارات ومقرات الأمن والنظام. وبعد رصدنا للأهداف التي ضربها الثوار وما لحظات تسقط الصواريخ وسط أهم مطارات القلمون الحربية في جبال القلمون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. رجال تركوا المدن ووسائل الرفاهية يعيشون في الجبال، وهمهم الوحيد إسقاط النظام الأسدي وأعوانه ونيل كرامة الشعب السوري وحريته. البراء عبد الرحمن من جبال القلمون.